بالعودة إلى تونس وحالة الفوضى التي عمت بوابة رأس الجدير الحدودية بين تونس وليبيا ينضم إلينا من تونس الخبير العسكري فيصل الشريف أستاذ فيصل يعني بالإضافة لحالة الفوضى وكذلك إعلان المسؤولين التونسيين أن أعداد اللاجئين تجاوزت المليون شخص برأيك هل تونس مستعدة لمثل هذا الثقل العسكري والأمني والاجتماعي والاقتصادي خاصة مع ما يقع والتحديات في جبل الشعنبي؟ بالتاكيد لا ان تونس يعني بحجمها الجغرافي وبسكانها هي لا تتجاوز 11 مليون ساكن وامام تواجد على اراضيها منذ ما يزيد على سنتين اكثر من مليون ليبي يقيمون بصفه دائمه هذا العبء الاقتصادي وخصوصا منه الامني هو الذي يخيف تونس اليوم خصوصا بعد ان تطورت الاوضاع في ليبيا يعني الى حاله خطيره جدا في بنغازي ولو انها بعيده جغرافيا ولكن الذي يهم التونسيين هو طرابلس ومنطقه غرب ليبيا حيث يتواجد اكثر من ثلثي سكان ليبيا في هذه المنطقه، والمعبر الوحيد او الدوله الوحيده التي يمكن ان يمرون اليها بسلام وحتى التواجد بها والعيش هي تونس، تعرفون ان الجزائر حدودها مغلقه والليبيون لا يذهبون الى الجزائر ومصر كذلك العبور يكون عبر التاشيرات، فبالتالي ما يقع اليوم يعني على تونس من هذا الضغط الشديد. أولا من عبور الليبيين مم. إلى تونس وكذلك اللجوء إلى شراء المواد الأساسية وحتى الإقامة. وكذلك تدفق الأعداد الهائلة من اللاجئين الذين يريدون الخروج من ليبيا. خصوصا المصريين منهم. مم. الذين خصصت لهم مصر ثلاث طائرات في جزيرة جلبة وهي لا تبعد كثيرا عن حدود طيب ليبيا. وزير, وزير الخارجية آه آه هذا ما حد وزير الخارجية تونسي قال بأنه لن يتكرر خطأ 2011. و وأن مصلحة البلاد فوق أي اعتبار آخر الآن الإجراءات القانونية وكذلك الأمنية المتخذة على الحدود ما مدى جدواها واستفادتها من الماضي وكذلك بالموازات مع التزامات تونس الدولية إنسانيا أمام اللاجئين وضرورة استقبالهم الصورة واضحة لدى السلطات التونسية أولا بالنسبة للليبيين الذين لديهم حالات إنسانية يمكنهم العبور أما للدواء أو عائلات يعني ذات أفراد يعني متعددة أما بالنسبة للشبان العزبين الذين يمكن أن يمروا ولكن الإشكال هنا هو هل هؤلاء يمرون بالسلاح أم لا فبالتالي عملية التفتيش يمكن أن تكون طويلة ومضنية لكل سيارة عبر الحدود وهذا ما دفع بالعزب يعني الامنيين وحتى من الجيش الى ضروره الاحتياط من ان يتدفق عدد كبير من الليبيين يمرون بالسلاح، يعني الهاجس الامني هو الاساس، مم. اما بالنسبه للجنسيات الاخرى التي تريد المرور الى تونس خصوصا المصريين منهم واعدادهم كبيره جدا فيريدون التثبت بانهم لن يبقوا على التراب التونسي بل سيمرون مباشره الى المطار عبر اجراء يعني حدود فقط ولكن المشكله ان الاعداد كبيره جدا والطائرات غير موجوده وحتى الممرات من الحدود الى مطار جربه يعني لم تؤمن الى الان بغياب يعني التنسيق بين تونس ومصر. بخصوص النقطه الاولى وهي ربما دخول المسلحين او هروبهم، يعني هل المسلحون بحاجه الى العبور عبر راس جدير والمعبر الرسمي؟ لان كانت هناك ربما انفلاتات امنيه وتونس معروفه بانها منطقه عبور من تونس او من ليبيا باتجاه الجزائر والعكس صحيح. فعلا يعني المشكله ليست بالاسلحه الكبيره او الثقيله، خصوصا الخوف من مرور بعض الاسلحه كال... كاسلحه خفيفه يمكن ان يعني يتم تمريرها عبر الامتعه، وهؤلاء يعني يمرون بالاسلحه للدفاع عن انفسهم في البدء، ولكن فيما بعد تبين خصوصا بعد ثوره 2011 في ليبيا ان عديد من هذه الاسلحه بيعت في السوق التونسيه وتم شراؤها من قبل العديد من المجموعات الارهابيه، فالخوف اليوم حتى من خلال هذه الاسلحه الخفيفه يمكن استعمالهم من قبل هذه المجموعات الارهابيه كذلك هناك خوف من عوده العديد من الذين يقاتلون اليوم في سوريا وفي عدد الجبهات يعني التي تعتبرها تونس يعني ارهابيه والعديد من انصار الشريعه في ليبيا الذين هم بارتباط بتونس ان يمروا في هذا الزخم وهذا التدفق الكبير للاجئين هذا هو الهاجس الامني الاساسي لتونس اليوم في يعني في خضم اعداد كبيره جدا اليوم تتدفق على الحدود خصوصا على معبر جديد الشمالي بينما معبر وزن الذهبه الى الجنوب هو يعني اقل حده باعتبار انه المتنفس لجبل نفوسه في يعني غرب ليبيا. نعم اذا شكرا جزيلا لك من تونس الخبير العسكري فيصل الشريف.